القضيات المصريه المتميزات اللي تعينه في القضاء. يمكن من قبيل المصارحه. انت حضرتك قلتي لي الشهاده بالتالي. يعني هحكي لحضرتك عن رؤيتي انا الخاصه، وانا يعني طبعا لا اتكلم بلسان المجلس يعني. طبعا انت عارفه حضرتك ان المجلس كان له يعني احكام يعني شهيره، ولست في حاجه ان انا اعيدها واكررها، انه لا اعتراض بحسب الاصل او بحسب المبدا من تعيين المراه قاضي، يعني دي امر محسوم بالنسبه لي انا اللي في وقتها، واظن كان الوقت ده اللي هو طلب التعيين وكذا وبتاع، وكان 2007، وكان المفهوم في المجتمع انه كانت هذه تحقق رغبة عند يعني سيدة مصرية، يعني ربنا يديها الصحة والعافية ويعديها المحنة اللي يعني. بيني وبين حضرتك، رغم كل التعاطف مع قضية المرأة والمرأة، انما كان فيه شيء من انا تصوري يعني من يعني لقيت الجهات الاخرى من الانتهازية، ها، والمش عارف الجهات اللي ايه وفتحوا ايه وانتج ايه والبتاع. لا، انا لو انا اعملها دي عن مبدا وعن اقتناع وعن يعني موضوعيه، يعني كويس ان انا يعني احققها، انما لمجرد ارضاء لكذا او لكذا او لكذا، الحقيقه يعني انا بشكرك معالي الوزير على هذه المعلومه اللي يعني هي بتذاع لاول مره الحقيقه. الامر الاخر ان انا بلغني انه المطلوب كان انه بنات بعض يعني القضاة الحاليين او كذا وبتاع يريدنا انهم يدخلوا، ان هو كانوا مثلا في ادارة قضايا او في النيابة الادارية او كذا، يريدنا انهم فيعني انا يعني ايماني وعقيدتي انه يا اما الامر يعني يترك لمن يعني يستحق. صحيح. انما يعني فكلا السببين، وده اللي قلته الحقيقه القضيه، وهي فاضله الحقيقه ان انا يعني، وهي بالمناسبه قالت لي انها منقوله لاحدى دوائر اعتقد الاسماعيليه حاليا يعني في الحركه، وهي تم نقل جميع القضيات على حد علمي الى محافظات يعني. لا، انما انسانه انا بقول لحضرتك بس طبعا. اي تفضل معالي الوزير. يعني ليك احكام شهيره ايضا يعني اثارت جدلا سياسيا في الاوساط السياسيه والقانونيه، على راسها الحكم بعدم احقيه مزدوجي الجنسيه في عضويه مجلس الشعب، وايضا عدم حقية الهاربين من التجنيد في عضوية مجلس الشعب. ما علاقة يعني هاتين الحالتين بالأهلية والالتحاق بمجلس الشعب؟ لا، مش الأهلية، هي الفكرة فنم انتماء أولا وأخيرا. هل مزدوج الجنسية ليس له انتماء؟ ما هقول لحضرتك ببساطة شديدة، أنا مش عايز يعني أدخل وأضيع من وقت حضرتك، إنما يعني سؤال يعني هايل. الجنسية هي إيه فنم؟ يعني ما تعريف الجنسية؟ هي علاقة تربط بين الفرد والدولة، يتعهد بمقتضاها الفرد بالولاء والدولة بالحماية. طب ازدواج الجنسية يسقط هذا الإحساس؟ أنا ولاء، أنا ما هو ولاء. إذا تعدد الولاء، يعني نظرية منطقية بحتة، حضرتك عندك كوباية مليانة، ده الولاء الكامل، فعندك كوبايتين، هل ممكن إنه تقولي على اي كوبايه فيهم انها مكتمله الملء؟ طب هل ترى ان مصر من الممكن ان تكون حرمت من بعض الاسماء ومن بعض ذوي الخبره اطلاقاً لهذا الشرط؟ اطلاقا لا. ليه يا فندم؟ انا ما حطيتش شرط مستحيل. انا كل اللي قلته ايه؟ انه اذا تنازل عن جنسيته السابقه وتفردت جنسيته اصبح على عيني وراسي. فيما يتعلق بالجدل الدائر حاليا في لجنة نظام الحكم فيما يتعلق بالقضاء التأديبي، في خلاف ما بين مجلس الدولة وما بين النيابة الإدارية في مسألة يعني الوضع في الدستور والاختصاصات، كيف ترى وأنت كنت طبعا رئيس لمجلس الدولة هذا الخلاف الحالي؟ والله هي بالتعبير يا فندم أنا لو شئت الدقة هي زوبعة في فنجان. يعني أنا أولا لا أجد داعيا إطلاقا
انه عمل يعني ازمه من لا ازمه، وخصوصا ان احنا لسنا في وقت يعني طرف يمكن ان نتصارع او اننا نتجادل او يعني. فانا تصوري انه انا من طبيعتي، وانا يمكن القضاء يعتبر يعني من الناس التقليدي، اي قاضي يعني بيعتبر تقليدي بحكم المهنه وبحكم السوابق وتراكم المعرفه. فانا يعني انا شخصيا لا اجد مقتضى من الـ من الـ من الـ الـ الاعتبارات العمليه اللي يقتضي تغيير نظام كان متبعا. انا لن افهمه انك انت حضرتك تطور النظام، تيجي تقولي لي والله ده هذا النظام يشكل مثلا او يرتب مشاكل معينه او صعوبات معينه او اقرب القضاء ده للمتقاضي، دي ده اللي انا افهمه، ان انا لما اقرب ده من المعيار الموضوعي، مش ان انا اخد الاختصاص ولا انت تاخد الاختصاص. طب في انطباع عند الناس ان في صراع بين الهيئات القضائيه، يعني مجلس الدوله بيرفض سحب بعض اختصاصات منه لصالح هيئات اخرى. في نفس الوقت يعني اسمح لي كمان اثير نقطه هنا، انه مجلس الدوله حضرتك طبعا كنت مرشح لوزاره العدل قبل وزاره العداله الانتقاليه، واعترض القضاء على انك من مجلس الدوله وهم عايزين وزير العدل يكون من القضاء العادي. يعني في انطباع عند الناس انه في يعني عدم مصالحه ما بين الهيئات القضائيه المختلفه، ويصل الى حد الصراع احيانا. لا انا شخصيا يعني انا اولا تعجبت، ونمرة اثنين يعني انا كان ضميري مطمئن تماما ان انا لما تولي او عرضت علي الوزارة ابتداء وبعد تردد معين يعني لمدة يومين وقبلت، كان قبلت بمشروع في ذهني محدد، هو يعني ان وفقني الله سبحانه وتعالى ان احقق في مركزي ده او في ما يعرض علي من مهمة ما حققته في مجلس الدولة من استقلال كامل للمجلس عن أي رقابة خارجية. يعني أنا لما شعرت، وبيني وبين حضرتك أنا يعني أنا يمكن من طبعي لو أشعر إن أنا غير مرحب به حتى يعني أنا سمعت ونادي وبعض، وحتى يعني لما اطلعت عليه كان فاكس بغير إمضاء يقول يعني بغير امضاء يعني منسوب الى شباب مش عارف القضاء او شيء من هذا القبيل او لجنه الشباب يعني انما ليس موقعا، وبيقول انه تعيين فلان ده يعتبر عدوانا على القضاء، بينه عدوان يعني خلاص يعني يكفيني هذا، سواء كان السبب ان حضرتك كنت بترأس مجلس الدوله. ايوه ده يقين يعني انا انه ما هو ده اللي ادى انطباع للناس انه في يعني تناحر ما بين السلطات المختلفه او صراع او يعني سميه ما شئت، ولكن يعني عدم قبول حد من مجلس الدوله يجي وزير عدل، مع انه حصل قبل كده يعني، بس هو حصل لفندم وحصل لمحامين وليس، وانا بيني وبين حضرتك اللي ارضاني جدا انا في يعني في الصحافه ومقالات يعني 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 مش استنكر يعني تعجبت على الاقل. طبعا حضرتك قاضي جليل واحد رموز القانون المصري والدولي، معالي الوزير يعني يمكن يعني المحطه دي ما اشرتش اليها في الحوار، بس لازم اشير اليها في النهايه، انه حضرتك من ابرز رجال القانون في مصر وفي الخارج، كنت في عضو في الفريق القانوني في تحكيم نطابه، كنت طبعا عضو في المحكمه الجنائيه الدوليه ليوغوسلافيا، عضو في لجنه اختيار قضاه محاكمه المتورطين في اغتيال رفيق الحريري، يعني لك باع طويل في القانون الدولي. طب انا اسمح لي استفيد من هذه المحطه في حياه حضرتك وأسألك عن ما صرح به الإخوان المسلمون في مصر، وحتى نجلأ الرئيس السابق محمد مرسي كان له نفس التصريح أنه في رغبة في تدبير قضية الإخوان المسلمين وقضية عزل الرئيس السابق، هل من الناحية القانونية بالفعل يحق لهم تدبير القضية، والموقف المصري أو موقف القانوني لمصر؟ لا هو أعتقد يا فندم أنه باختصار يعني تحدثي انه في يعني اقوال بتثار ويمكن زوابع ويعني مقالات بتنشر، وقيل بانهم يعني بعضها مدفوع الاجر بعضها غير مدفوع الاجر ايا ما كان،
انما انا في تصوري انه كل دي يعني مساله علاقات عامه وما قد يكون يعني بيجيدوها او لهم اتصال ما وقيل لا اعرف لان انا ما عنديش حاجات موثقه انه في حاجه اسمها التنظيم الدولي. انا لا اعرف يعني ما فيش حاجه امامي تحت يد وثيقه انها بتقول ان في تنظيم دولي، انما بسمع وفي الجرايد وانهم بيجتمعوا كذا ان في تنظيم دولي هو اللي بيمول وهو اللي بيحرك. وهو قريب وقيل ان هو قريب من الـ الـ يعني جهات الحكم سواء في واشنطن او هنا او هناك او في الاتحاد الاوروبي او الى اخره. ويمكن احنا بنربط ما بين تحركات اشتون مثلا ليدي اشتون لما جات بانه لهم اتصالات ولهم باع. انا في تصوري اطلاقا انا لما قابلت المسؤولين في جنيف وفي باريس وهنا في القاهره كان يعني انا كنت بحيي حتى انهم اهتمام بمصر يدل على انه يعني ان مصر تكون شيء وقيمه تستدعي انه يهتم بها. وبالتالي انا في تصوري اولا رد بقى يعني حاسم على ما يعني ما تبديه حضرتك، لا اظن ابدا ان هناك ما يسمح بانهم هم يلجأوا الى اي محاكم دوليه لانه غير مقدر طبعا يروحوا يشوفوا يعني ما هذا كلام يعني مجرد يمكن للاستهلاك وللدعايه والى اخره. ثم ان مصر ليس لديها شيء تخفيه. هي سد يعني الحديث لا ينقطع مع حضرتك ويعني انا شاكر حضرتك. احنا سعداء جدا بهذا الحوار الذي منحته لقناه النيل. انا بشكرك في نهايه هذا اللقاء، شكرا جزيلا. معي المستشار محمد امين المهدي وزير العداله الانتقاليه ورئيس مجلس الدوله الاسبق. شكرا لحضرتك فندم، الف شكرا. مشاهدينا الكرام الشكر موصول لكم، شكرا للمتابعه وفي امان الله.